خليت اخوي يسوي لي دراسه الدلو. يوم سويت دراسه الدلو قلت انا ما اقدر اسوي المشروع بروحه. اي شو المشروع؟ المشروع قناه رياضيه مال دول الاحتياجات الخاصه. قناه مختصه بالرياضه دول الاحتياجات الخاصه. ابا اول شيء مبنى كامل في مركز اخبار، في موظفين، فيها مدراء يعني. هذا بالنسبه لك حلم؟ بالنسبه لي حلم. لو حققته على قولتهم بدخل تاريخ من أسوأ من أوسع أبوابه. أنا اسمي يوسف عوض سالم سيد الكسيري، أدرس في مركز أبو ظبي لدولة الاحتياجات الخاصة. الحمد لله سواء دعم من سمو الشيخ محمد بن زايد أبو خالد طول الله بعمره، سواء دعم من الشيخ خليفة ومن المسؤولين في المركز هنا داعميننا بشكل ما يتطور، يعني مو مقصرين معانا بشيء. عندك قسم الورث والتأهيل المهني يعني مثلا يعلمون الطلاب عن الكمبيوتر، في عندك ورثة ثانية اللي هي ورثة النجارة، في ورثة الكهرباء، فيها أشياء كثيرة. ورثة الكهرباء مثلا يعلمونك على كيف تستخدم كيف تشغل الكمبيوتر في الكهرباء وهذا، وكيف تطلع الفيس مال الكهرباء وهذا، فهمت؟ هذا اختصاص ورثة الكهرباء. ورثة الهدابة يسوون مثلا الشالات اللي على شعارات الأندية، والطبع يطبعون أوراق يدخلونها في الكمبيوتر. كل ما يختص بالطباعة، الأشياء اللي مختصة بالطباعة فيها موجودة. وورثة النجارة يعلمون كيف تسوي صناديق اللي هو المندوس والأشياء هذه، كيف تسويها، ويعني يكون شيء فعال في المجتمع. ترى نحن دول الاحتياجات الخاصة نشتغل ونطلع ونروح، وانا ما شاء الله متزوج. حبيت الاعلام، تعلقت به، لان 24 ساعه امسك الناس. اكثر شيء التلفزيون ما استخدمه، وين اشغل التلفزيون احط على الاذاعه. الاذاعه جذبت انتباهي لان فيها برامج منوعه. اول شيء تقدر تقول اذاعه ترفيهيه. من تقريبا كم ساعه في اليوم في الاذاعه؟ والله تقريبا تبان اشوف 3 ساعات 4 ساعات. الأهلي يطلعون يروحون، أنا جالس ما وراي شيء. حتى عيال خالتي وأهلنا يتصلون فيني، يوسف تعال. أقول لهم مشغول مشغول. يقولون تسمع الإذاعة. إذا طلعت وياهم رحت لكم في مكان، جلسنا في ستاربكس في مكان، أنا جالس على الإذاعة. أنا بدت معي الهواية من عمري 10 سنوات. ليش؟ والله أول شيء دخلت شغلهم، طحت شغلهم ضغط وتعب، بس قلت ما دام أنا هاوي هالشيء ما بحسه تعب، بحسه يعني عسل على قلبي. تحس إنك بتأثر على الناس إذا كنت شغال في إذاعة؟ تحس إنك بتقدم شيء؟ أحس بطلع كل طاقتي. طاقتك في الإذاعة؟ برد البيت وانا تعبان، بحط راسي من المخدة برقد. الحين اذا انا قلت لك تفضل يوسف ابى احقق لك حلمك. حلمي اني اكون مدير في اذاعه امارات ام، واكثر البرامج اللي اسمعها في اذاعه امارات ام هو برنامج استديو واحد البث المباشر. تعرف المكان هذا شو؟ عادي شو المكان؟ أنا إمارات تم. المكان هذا اللي بيدخلونه؟ الاستديو. استديو شو؟ استديو واحد. طيب. إنك تحب أنت استديو واحد ولا داخل استديو واحد؟ عادي عادي، تبون هي
اسمعوا لي اليوم بطلع كل اللي في خاطري. ما تبى تشتغل معنا؟ والله نبى نشتغل. مذيع شو رايك؟ ما عندي مشكلة. ها؟ ما عندي مشكلة، لو تبوني أقدم سوالف أنا غيرها. شو البرامج اللي تسمعها في إمارات اف ام؟ سوالفنا غير تسمعها. ايه سوالفنا غير اسمعها. شو بتقول يوم تغدر؟ حادثة انتوا قبل ما نطلع على الهواء خبروني السالفة كذي كذي وأنا وأنت بتقول؟ ببلش. أقول لك الصراحة، أقول لك الصراحة، أنا قلت بتوظف عندكم هنا في الإذاعة إذا ما عندكم مانع. بتوظف عندكم وأنا ريال عندي أفكار برامج. لو قلنا لك افتتح برنامج استوديو واحد، شو بتقول؟ أهلا وسهلا فيكم في إذاعة إمارات اف ام التابعة لشبكة أبو ظبي الإذاعية في برنامج سوالفنا غير. ونرحب بتواجدكم اليوم وعندنا فقرات كثيرة وسياحة حلوة إن شاء الله تحول على رضاكم. يسعد مساءكم إذن مستمعينا، ومساء الطموح، وما في أجمل من الإنسان بالفعل يكون عنده طموح ويكون عنده أمل ويكون عنده إصرار وعزيمة. مثال الطموح اليوم صديقنا يوسف عوض الكتيري. مساك الله بالخير يوسف، طموحه مذيع وشكله بأمانة راح ياخذ مكانه. أرحب بثق طوضية وأرحب بالإخوان في إذاعة إمارات أم، وعلى رأسهم الأستاذ يعقوب الروسي والأستاذ عبد الله الزعابي والأستاذ عبد الرحمن عوض الحارسي. على استضافتهم أنا فكرت يوم فكرت ما أقدر أدخل الإذاعة، الحمد لله طموحي تحقق ووصلت لهالمكان الحمد لله. وأهلا وسهلا بثق طوضية، وانا سعيد اني بكون متواجد وياك لنهايه البرنامج. عموما اليوم نحن موضوعنا يوسف، الكل اللي يسمعنا طموحك امنيتك هدفك اللي انت تتمنى انك توصله. يوسف الحين انت قلت لي هدفك ان ان شاء الله او امنيتك كانت انك تدخل الاذاعه، ودخلت الاذاعه. هم وطموحك انك شو؟ طموحي اني اتوظف عندكم. انك تتوظف ان شاء الله وتكون مذيع. زين الحين مستمعينا شو بنقول لهم؟ شو السؤال اللي بنقول لهم؟ واحد شيء خبرنا عن شو؟ السؤال اللي بنقولهم يسمون تفسع عن أصلح مقدم ولا لا؟ أوكي خلاص الحين استفتاء من مستمعنا، ينفع يوسف اللي يكون مذيع للبرنامج